نعم ولا نعم، لأنه التونسي ما زال يعيش في تناغم كبير مع الطبيعة، خاصة في المناطق الوحية دايور، في بوكو دوتر ايكو سيستيم. والتونسي ماهوش متصالح بتاتا زادا مع الطبيعة، لأنه ملوث، لأنه الكومبورتمون تاع التونسي مازال ما يحترمش القواعد البيئية المينيمم اللي هو ورثها أب عن جد لكن بعد عليها. دونك التونسي هو في الوضعية هذه على مستوى التونسي كمواطن، كشعب، سواء كان امرأة راجل، ثم بعد نجم نعمل باختلافات بين الوعي لدى المرأة ولدى الرجل، المهم جدا الاختلاف في التبني المسائل المتعلقة بالكومبورتمان انفيرونمنتال سان، مي اوسي بلي كونسيكونس اي لي امباكت، باسكو لا ديفيرونس هي في زوج مستويات، في علاقة بلي امباكت مي في علاقة بلي شونجمون كون بو فير. التونسي ماهوش مقتنع كما يلزم، مازال يلوث، ما عندوش اون سانسور منه فيه خليه يقطع مع الممارسات العنيفة للبيئة بالأشكال اللي نعرفوهم الكل، سواء كان في المحيط نتاعو العائلي الصغير، سواء كان في المدرسة، سواء كان البرة، سواء كان مرأة ولا راجل، سواء كان في البحر، في الغابة، في المناطق الرطبة، كل أشكال التلوث اللي يعيشها اليوم التونسي تعطينا فكرة كبيرة مؤلمة للغاية، هو أنه التونسي ماهوش متناغم مع الطبيعة. لكن هذا لا ينفي بتاتا أنه التونسي يعيش في بعض الإيكوسيستم، في بعض الأحياء اليوم يعيش تناغم كبير مع الطبيعة ومع النظافة ومع الإتا بيور ناتشورال متاع المواطنة العادية، لأنه حق الطبيعة يعني أن واحد يكون متصالح مع ذاته كمواطن، كشخص، كإنسان في الميليو دو في اللي يعيشه. سياسات الدولة في البيئة فما اجتهادات كبيرة قاعدة تصير مختلفة، لكن اجتهاد الدولة في علاقة بحق الطبيعة نحب نعرج على حاجة حتى التو مازال ماهوش موجود بتاتا، لكن أنا مقتنعة تمام الاقتناع اللي هو قريبا باش يتوجد، قريبا باش يتوجد هالاقتناع هذايا، لأنه هو ضرورة بالنسبة لي حتمية. اليوم ماهوش موجود، مع العلم انه حق الطبيعه كما فسرت اجتهدت باش نفسر في المداخله نتاعي، انه هو يجي باش يدعم اكثر حق البيئه. لسنا في مساله اختلاف بين الحقوق البيئيه والحقوق والحق للطبيعه، بالعكس هو حق الطبيعه يدعم اكثر، ثم هو السوليوشن اكثر ويعطي اكثر ايجابيات حسب رايي انا وتصوري الشخصي للتغيير اللي الدوله ديما تسعى له. انا مثلا كل الـ الدراسات اللي تعرفت لها حتى التو في الباركور نتاعي اللي هو 25 سنة نخدم في المسائل هذه، في المسائل دونك المتعلقة بالبيئة، سواء كان في القطاع الفلاحي أو في القطاعات الأخرى اللي فيها لي ريسورس واللي فيها لي بوليسيون بالأشكال الكل، ديما عندنا حاجة تخرج لنا اللي هي الثقافة ناقصة. الثقافة حسب رأيي أنا لا تخص المواطن فقط، هي تخص الناس اللي يسيروا في الدولة. الثقافة البيئية وحسب رأيي أنا باش نتقفوا أكثر في الريفلكس هدوما بتاع التغيير الصحيح، بالضرورة يلزمنا نرجعوا لتصالح كبير مع الطبيعة، مع الموند دي كومان، مع الفيفان، وهذايا ما يصير كونش يمكن بالنسبة للبعض إلا ما يطلعوا أكثر على هالرجوع اللي موجود على مستوى العالم لحق الطبيعة، لأنه حق الطبيعة توجد قديم. هو تحدثت تتلور على العلاقة بين الشخص والطبيعة، يعني الإنسان والطبيعة سي اترافير لا فيلوزوفي اي لي زار دايور كا كومونسي لا مانيفيستاسيون دو سكي كولتوريل. المسألة هذه اليوم رجعنا لها، مش اليوم رجعنا لها منذ سنوات 80 في الأطر اللي نعرفوها الكل، نوتامون ريو 1992، وتكلمنا أكثر وإحنا نحضروا للفجعة الكبيرة نتاع الديغيغلومون اللي كثر من وقتها لتوا وعطى دي زامباكت أخطر دوبي 1992. رجعنا للسيتواسيون دي دغوا بارابور على ناتور اي لو دغوا دو لا ناتور، وهذا يستوجب خدمة كبيرة يلزمها تصير. الخدمة هذه أنا أعتقد وأتمنى دو توتي فاسون أنه هالوعي هذا يبدأ يكون موجود أكثر فأكثر في تونس وفي العالم.